إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يحين الآن موعدكم مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة أعدها ويقدمها الزميل السيد صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. سبحانك ربي ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا برؤيتك. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي، وسيد كل عالم وتقي، نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه، وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لكم من مسجد نور الله بأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حيث أقيم هذا الصرح الإسلامي الكبير على نفقة الكابتن حسني عبد ربه. نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ حفلنا المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله السماء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية
تجارة ولا بيع عن
فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد نور الله بأبو الصوير بمحافظة الإسماعيلية. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى كلمة السيد ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية عايز اقول ان اصعب موقف ممكن انسان يتعرض له ان هو ينطلب ان هو يتكلم او يتحدث داخل المسجد، وصعوبة الموقف جاي ان هذا الانسان بيبقى مستحضر ان هو يضع قدمه موضع قدم الرسول عندما يقف في هذا المكان، لكن لعظم المناسبة وتقدير الشديد لها انا وافقت، وعادة لا اتحدث داخل المساجد. وفي البداية انا مش حاضر اضيف اكتر من اللي قاله محدثنا وخطيبنا اليوم اللي بنوجه له كل الشكر والتقدير على ما ذكروا من فضائل لمن يبني مسجدا. هو له من فضل ذكره رسول الله في أحاديثه، لكن أنا هختصر الكلمة في أن أنا أقول أن هناك رسالة أخرى وجهها الكابتن حسن عبد ربه عندما قرر أن يبني هذا المسجد. هي رسالة للشباب، من شاب كان على رأس شباب مصر في التزامات كثيرة، كان ممكن ما كرمه الله به ورزقه يوجه لأي مشروع تجاري، يوجه لأي نشاط آخر، لكن هو وجه رسالة لشباب مصر كلهم، وهو نموذج
زي ما كان نموذج في الملعب قرر أن يكون نموذج في الحياة العامة لهؤلاء الشباب، أن يضيف مسجدا نجتمع فيه ويذكر فيه الله ويعبد فيه الله، وهذا نشاط محمود. أنا مش حاضر أقول أكتر من إن أنا بوجه له الشكر والتقدير، وبقول إن أنا أتمنى الفترة الجاية ألاقي المزيد من هؤلاء الشباب وهذه النماذج تمد إيدها معايا في الفترة الجاية في الإسماعيلية إن شاء الله، لنتعاون أن نضع الإسماعيلية بكافة مراكزها وقراها في وضعها الطبيعي ومكانها الصحيح على خريطة مصر. أنتوا أهل الإسماعيلية صراحة تستاهلوا الكثير، ولكم تقدير خاص لدى القيادة السياسية، وأنا أتمنى أن ربنا يقدرنا جميعا وبالمشاركة وبالتعاون أن نضع الإسماعيلية اللي كلكم بتحجوها ولها موضع خاص داخل قلوبكم أنها ترجع وتبقى على خريطة مصر في موضعها الصحيح، إن شاء الله تكون قاطرة التنمية لمصر كلها. أنا لن أزيد أكثر من أن أتوجه بالدعاء والشكر للكابتن حسن عبد الرب وكل من شاركه وساهم معه في إقامة هذا الصرح العظيم، هذا المسجد العظيم، وإن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناته. ومتشكرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الأخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة التي قدمها السيد ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، ونحن هنا في مسجد نور الله بأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، ونبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة التي يقدمها الأستاذ الدكتور محمود يوسف، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى جعل عمارة المساجد من العلامات الدالة على الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كما جعل المترددين على هذه المساجد في ضيافة الله سبحانه وتعالى، فهو يقول في الحديث القدسي الجليل: فطوبى لمن توضأ في بيته ثم زارني في بيتي. فحق على المزور أن يكرم زائره. ولذلك كان حرص رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة أن يقيم مسجده الشريف الطهور. ومن خلال هذه المدرسة المسجدية الإيمانية كان خريج الدفعة الأولى من هذا المسجد هم قادة عظام كبار. خرج المسجد أبا بكر وعمر، وخرج عثمان وعليا، وخرج طلحة والزبير، وخرج بلالا وسلمان. الخريج الأول أبو بكر الصديق الذي اختصه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن جعله صاحب الرصيد الإيماني الأعلى في أمة الإسلام. لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وجاء الخريج الثاني هو عمر الذي جعل الله الحق على قلبه ولسانه، وقد منحه الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى وسام
بأن سماه الملهم، إنه كان في من كان قبلكم محدثون أي ملهمون بالصواب. وإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب، وقد وعاه الرجل عن نفسه فقال وافقت ربي في ثلاث، فقلت لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجب، فنزلت آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. واجتمع النساء في الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر طلقهن يا رسول الله والنساء غيرهن كثير. فنزلت الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه. وجاء الخريج الثالث وهو عثمان بن عفان الذي نال من الرسول صلى الله عليه وسلم أرفع وسام، إذ جهز جيش العسرة عندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب التبرع، فرفع عثمان يده وقال علي 100 بعير بأحمالها في سبيل الله، ثم فتح باب التبرع مرة أخرى فقال علي 100 بعير بأحمالها في سبيل الله، ثم فتح باب التبرع ثالثة فقال علي 100 بعير بأحمالها في سبيل الله. هنا رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ليمنحه أرفع وسام، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي. ما ضر عثمان ما فعل بعد هذه. جموع الحضور، ندعو الله جميعا لمنشئ هذا العمل أن يجعله في موازين حسناته، ونردد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. شكر الله لكم جميعا حسن الاستماع، وجعل هذا المسجد منار إشعاع ومجتمعا إيمانيا للبشر وللملائكة على حد سواء. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة، قدمها الأستاذ الدكتور محمود يوسف الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. ونعيش الآن مع هذه الكلمة الطيبة التي يقدمها فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية. استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة باسم رحيم رحمن، رب عالم خالق للأكوان، وصلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. بدأت بسم الله والحمد أولا، صلاة وتسليما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله والتابعين له ومن تلا. أيها الناس اذكروا رب الناس، واستعيذوا به من كل وسواس خناس، إذا وسوس في صدور الناس بكل المشاعر وبكل الإحساس، نلتقي اليوم على خير أساس، أساس الله رب العالمين، لنقر جميعا بأن الإخلاص سر من أسرار الله يضعه في قلب من أحب من عباده. وإذا اجتمعنا اليوم في هذا المسجد المبارك الذي يسمى بنور الله
نسأل الله عز وجل أن يكسينا من نوره. ولقد كان الإمام الحسن البصري ينام بوجه ويقوم بوجه آخر يشبه القمر ليلة التمام، فلما سئل الإمام: يا إمام، كنت تنام بوجه وتقوم بوجه آخر يشبه القمر ليلة التمام، فماذا قال الإمام؟ قال: لقد خلوت مع ربي بالليل والناس نائمون، فقمت وتوضأت وصليت ركعتين فكساني ربي من نوره، ونور الله لا يصفه الواصفون. من هنا نقول: نسأل الله أن يكسي من نوره كل الحاضرين، فرحمته وسعت كل شيء، ونسأل الله أن يبارك في جميع الحضور. هذا هو اسم المسجد، نور الله. أما نور النبي محمد، سيدنا أنس يقول: لقد خدمت النبي 10 أعوام، فنظرت ذات يوم إلى سيدنا رسول الله ومرة أخرى إلى القمر، فلما نظرت إلى النبي مرة وإلى نور القمر مرة فوجدت أن نور النبي يفوق نور القمر. ولذلك يقول القائل: له جبين يفوق بدرا، والبدر جزء من نور محمد، فأكثروا من الصلاة عليه. أما بالنسبة للمسجد، وكما تحدث المتحدثون، أقول لكم جميعا أن سيد الخلق محمد كان إذا حزبه أمر أو ضاق من شيء نادى على بلال وقال: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. فالإنسان حينما يشتد به الكرب فيسجد فيقول: يا رب إني أسأت وأنا بين يديك قد سجدت، فتسمع النداء: من الذي قصد بابي وخيبته؟ أنا الذي أغيث المكروب وأستر العيوب، وأنا علام الغيوب. فمن هنا نقول بأن الإنسان حينما يكون مكروبا فيسجد فيزيل الله ما به من قرب. فنسأل الله في هذه اللحظات المباركة أن ينصر مصرنا قائدا وحكومة وشعبا وجيشا، إن مولانا على كل شيء قدير. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الأخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة قدمها فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد نور الله بأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية. معا نختتم هذه الاحتفالية الطيبة بهذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. يا رب يا رب يا رب صل مع السلام على الذي قد شاء غدا السبع الغلا ورآك يا رب يا رب صل مع السلام على الذي قد شاء غدا السبع العلا ورآك يا رب عبدك قد أتى برحاب بيتك يا بيتك.
وبيوم حشر في الجنان يراك. يطيب قلبي إذا ذكرت الله، والنفس تسبق في السماء فتراه. يطيب قلبي إذا ذكرت الله، والنفس تسبح في السماء فتراه، والروح تسمو توبة وضراعة، وتحن كل جوارحي لضياه. الله الله الله، تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي تشتهي لقياه. الله تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي تشتهي لقياه. الله آلف تشق الكون في إشراقها، وتفيض فرحا في الورى مسرا. لام تمد الدهر من نفحاتها، وتبث في قلب الجماد ضياء. لام تمس الخلق من أسرارها، وسل الوجود من الذي يرعاه. لام تمد الدهر من نفحاتها، وتبث في قلب الجماد ضياه. لام تمس الخلق من أسرارها، وسل الوجود من الذي يرعاه. والغاء لحن من نشيد ساحر يشفي العليل إذا الطبيب عصاه. سيدي يا رسول الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، يا من إذا مشى يسبق النور، وإذا تكلم أخجل البذور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. يا من بشراك سبحان من أعطاك، يا من بشراك
سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء غناك بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب وما تري من غتاب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور من غباني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي ذاك ذو الحجة سادس شهرك يا آمنة يا سعد الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما ترى من غرزا هذا نبي زاكي وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطى وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة تأملي نورا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مدغونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من عداك النبي صلوا عليك صل ربي وسلم وبارك بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية نقلناها لكم من مسجد نور الله بأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية ومن أسرة المذيعين لكم تحيات السيد صالح وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة.